سالي، محطتنا الحالية رح تكون مع الوردة الشامية اللي عم تحمل اسم سوريا لجميع أنحاء العالم، واستحقت بجدارة أنه تدرج مع كل ما يرتبط بها ضمن قائمة التراث الإنساني اللامادي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو نهاية عام 2019. لنقدر نحكي بشكل موسع زينب عن الخطوات الحالية فيما يخص الوردة الشامية، اليوم ضيفتنا ريم الإبراهيم منسق مشروع الوردة الشامية في برنامج التراث الحي في الأمانة السورية للتنمية. يسعد صباحك. صباح النور، صباحكم ورد. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا ريم. يعني شكرا. عم نحكي عن الوردة الشامي، يعني اللي كل ما حدا ذكر الشام بيذكر ياسمينة والورد الخاص بسوريا او الوردة الشامي، فخلينا نحكي عن ادراجه ضمن قائمة التراث الانساني اللامادي عام 2019. تمام. بداية صباح الخير لكم عن جديد، وصباح الخير لكل اهل الوردة الشامية يلي هن اهالي سوريا على امتداد الجغرافيا السورية. طبعا بالنسبة للوردة الشامية، الأمانة السورية للتنمية كونها مؤسسة وطنية بتملك أو بتحمل مجموعة من القيم والأهداف يلي بتحاول العمل عليها من خلال عدد من البرامج، أحد هاي البرامج هو برنامج التراث الحي. هلأ برنامج التراث الحي دائما بيوجه اهتمامه لصون الهوية التراثية الثقافية كونها هي بتعكس أهمية الإنسان وانتمائه بالنسبة لأرضه. الوردة الشامية في إلى مجموعة من الخصائص اللي بتميزها عن غيرها من العناصر التراثية، فهي بتمتلك ذائقة جمالية، بتمتلك ذائقة ثقافية، في إلى حالة إبداعية مرتبطة فيها. فكان التوجه من قبل الأمانة للعناية بالوردة الشامية من عام 2009، بلشت بتطوير المهارات واستصلاح الأراضي الموجودة بالقرية، وصولاً إلى عام 2016 قمنا بكتابة ملف تم إدراجه بمنظمة اليونسكو بعام 2019. طبعاً هذا الإدراج بيحمل كثير من المعاني الإيجابية والقيم المضافة بالنسبة لسوريا، وخاصة بهي الظروف يلي نحن عم نعيش فيها. سوريا بتقدر تدرج ممارسات وعناصر تراثية في منظمة اليونسكو بالوقت يلي هاي الوردة طلعت فيها من سوريا وانتشرت ببقية البلدان، فكان إنجاز كتير كبير. وطبعا احتفلنا نحن وياكم بإدراجه بعام 2019. صح. وهلأ مثل ما بنشوف أي حدا بيقدر يمرق من ساحة الأمويين فبيشوف النصب التذكاري يلي وضع للوردة الشامية. أكيد ريم، رح نروح نحن وياك ومشاهدينا لنتابع المادة الثانية عن الوردة الشامية ونرجع مع ريم.
يعني ريم كنا عم نشوف تقرير انا وسالي ومبهورين بهالطيبه عند هالاهالي وهال هيك المحبه للورده، عم يعطوها حب حتى هي عم تعطيهم كمان كثير من الاشياء. خلينا نحكي شوي بعد ما تم ادراجها، شو الخطوه القادمه للورده الشاميه؟ تمام. هلا بالنسبه للورده الشاميه بعد الادراج، نحن دائما لما بيكون في عندنا ملف يدرج بقائمه اليونسكو بيترتب على الدوله الطرف يلي قدمت هذا الملف انه تقدم مجموعه من تدابير الصون لحتى تصون هذا العنصر، تحافظ عليه على ممارساته وتامن له زياده بارتفاع الوعي داخليا وخارجيا. هلا في مجموعه من التدابير قامت فيها الامانه السوريه او اقترحتها، وهي رح تكون بالتعاون مع مجموعه من الشركاء. الأمانة السورية طبعا هي التدابير وضعتها لحتى تكون شاملة لكل مناحي الوردة، سواء كانت من الزراعة أو من الإنتاج أو حتى من التسويق وحتى أيضا دعم المجتمعات الممارسة. هلأ نحن بالبداية كان الدعم لقرية المراح واللي هي تعرف باسم قرية الوردة الشامية، وتم إدراج الملف بقرية المراح، لكن نحن ما فينا نغفل ابدا انه الورده الشاميه هي منتشره بكل الاراضي السوريه، يعني نحن رح نكون موجودين مع اهالي حلب، رح نكون موجودين مع اهالي حما سهل الغاب، رح نكون موجودين مع اهالي اللاذقيه، بكل مكان موجوده في زراعه الورده الشاميه رح نكون موجودين ورح يكون في هذا الدعم. يعني دائما خلينا نقول التراث ولا تراث سوريا بكافة أشكاله هو مميز، كيف إذا كان بالورد. إن شاء الله يا رب بلدنا تمرق من هال خلينا نقول هالغيمة السوداء وتنزرع كل ورد. رح نروح أيضا لنتعرف على فوائد الوردة الشامية ونرجع مع كريم. الوردة الدمشقية عانقت الزهور الدمشقية التاريخ، ووصل عبق أريجها إلى جميع بقاع العالم، وارتبطت بالموروث الثقافي والحضاري بحكم تواجدها في معظم البيوت. يعود اكتشافها إلى العصور القديمة ومصدرها شرق البحر الأبيض المتوسط. تحتاج الورود الدمشقية للمياه بشكل كبير. أخذت هذه الورود شهرتها وأهميتها لكثرة فوائدها العطرية والطبية والغذائية وحتى التجميلية، كما أنها تستخدم في المطبخ الدمشقي كأحد التوابل، وكذلك يشتق منها ماء الورد. تأخذ الوردة الدمشقية ألوان الأحمر الفاتح، الأصفر، الزهري وغيرها من الألوان. يستعمل الزيت الموجود فيها لإنتاج أفخم أنواع العطور، لذا لقبت الوردة الدمشقية بملكة الأزهار. أكيد ريم، خلينا نحكي شوي كمان يعني بعد ما شفنا هالتقرير عن فوائد الوردة الشامية، خلينا نحكي عن برنامج التراث الحي. تمام. هلأ برنامج التراث الحي مثل ما ذكرت قبل شوي هو أحد البرامج الموجودة في مؤسسة الأمانة السورية للتنمية، يعنى بدعم الهوية الثقافية ودعم المجتمعات الممارسة لها. برنامج التراث الحي طبعا بضمن الخطة الموضوعة للبرنامج بكل سنة عم بيكون في عنا دعم لعنصر من العناصر التراثية الثقافية. نعم. كون سوريا تعرف بالمخزون الثقافي الكبير والشامل، فنحن بكل سنة عم بنكون في عنا تحضيرات لعنصر جديد ليتم إدراجه، ليتم الإضاءة عليه، ليتم التعاون مع الجهات الأخرى حكومية وغير حكومية بدعم هذا العنصر
طبعا هلا تم العمل على عنصر هي السنه رح يكون او رح يخوض تقييم بمنظمه اليونسكو واللي هو ملف صناعه الاعواد عم بيكون بالاشتراك مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. السنه اللي بعدها ان الله راد رح يكون في عندنا ملف القدود الحلبيه، وطبعا نحن مستمرين ومكملين ودائما بنحب نوجه دعوه لكل المجتمعات بانه نحن جاهزين لتلقي الدعوه والرغبه من كل المجتمعات اللي حابه انها تحتفل او تحتفي بعناصرها لحتى نكون موجودين معهم ونقدر ننجز العمل سويا. حلو كثير. يعني كنا انا وزينب وحضرتك عم نحكي قديش سوريا فيها مساحه من الجمال، مساحه كثير واسعه وكثير كبيره يعني بحجم هذا البلد العظيم. كيف فينا نحن مثل مشروع الورده الشاميه نقدر نحن نعمل خطوات قادمه لمشاريع ممكن تظهر جماليه بلدنا الغالي، ورغم الظروف يمكن مش مشروع الوردة الشامية كان بظروف الحرب خلينا نقول، ولكن تطور وأبصر النور وفتح مع هالوردات. قديش كمان عم تحب تحاولوا أيضا من خلال أجندة العمل تبعكم أنه تحطوا مشاريع قادمة أيضا لإبراز أي شيء بخص تراث سوريا؟ أكيد طبعاً، مثل ما حكيت قبل شوي أنه نحن بكل سنة عم بيكون في عنا دعم لأحد العناصر من خلال إدراجه على قائمة اليونسكو، لأنه هذا الشيء بيحقق اعتراف عالمي صحيح بالعناصر الموجودة بسوريا وممارساتها وأيضاً المجتمعات الممارسة لها. هلأ نحن كمان بكل سنة في عنا جزء من أعمالنا تدعى بإعداد القائمة الوطنية لعناصر التراث الثقافي اللي هي بتجمع جميع العناصر الموجودة بسوريا واللي بتم العمل فيها من خلال الاشتراك مع مجموعة من الخبراء، من مجموعة من المتطوعين، مجموعة من الجهات يلي تعنى بأمور الثقافة. وهذا طبعا العمل عم بيكون مثل العمل على الوردة، فمثلا هلأ نحن بالوردة عم نشترك مع الجامعات السورية، كليات الصيدلة، مع الجمعيات المعنية بالأعشاب الطبية، عم نشترك مع وزارة الزراعة، وزارة السياحة، وزارة الإدارة المحلية، أيضا الشركاء الداخليين الموجودين ضمن الأمانة اللي هن البرامج المتنوعة من برنامج مشروعي والسورية للحرف يلي عم تسوق المنتجات. فدائما العمل عم بيكون بشكل يطمح الى انه يكون دائما متكامل لحتى نقدر ننجز انجازات حقيقيه. نعم اكيد. يعني ريم كثير مشروع جميل، ودائما بنقول سوريا فيها كثير من الاشياء يعني اللي يمكن عم يستوردوها عالميا حتى يصنعوا شيء منا تصنيع، فنحن موجودين عندنا طبيعيا. بنتمنى انه كمان يعني تستغل كمان هي القصص الجميله بسوريا حتى فعلا يكون في صناعات قادمه متطوره تصدر لكل العالم وتفوح ريحه الورده الشاميه بكل العالم. وان شاء الله نشكركم، نشكر جهودكم على هالمشروع. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لكم، شكرا للفته الكريمه منكم بظل غياب مهرجان الورده لهي السنه بسبب ظروف كورونا والفيروس والاجراءات اللي عم نتخذها، لكن نحن اكيد نحن وياكم ان شاء الله مثل هي المناظر الحلوه اللي شفناها رح نرجع نكررها باذن الله السنه الجاي بمناطق ثانيه وبكل المناطق اللي بتزرع الورده. شكرا كثير لكم، تبقوا ان شاء الله بالف خير انتم ووردتنا وبلدنا. شكرا كثير لك وشكرا لهالصباح الجميل، وما في احلى من ورد الشام. بدنا نشكر وجودك معنا ريم ابراهيم ونسقه مشروع الورده الشاميه، وكل التوفيق اكيد لك. شكرا كثير لكم. شكرا.